الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخوانكم مواطنين عراقيين بالهند، مرضى، احنا مرافقين المرضى، المرضى بالفنادق نايمين. الناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النقل ابو ريكان محمد الحلبوسي والسيد حسن الكعبي النائب رئيس مجلس النواب، وكل انسان نائب حمد الموسوي بغيره على هله، النائب حمد الموسوي والنائب حمد الموسوي، وكل انسان وكل مسؤول بغيره على هله انه يطلعنا من هاي النقره. عمي احنا لحد الحمد لله محافظين على نفسنا. الدكتور نور المالكي، الدكتور الاستاذ نور المالكي، فاي انسان بغيره احنا يعني وصل بينا الحال انه اللي يصير بي كورونا الهند ما تستقبله ويموت، يموت يندفن هنا. فالناشد غيرتكم، الناشد نخوتكم، الناشد اخلاقكم، الناشد غيرتكم العراقيه انه تطلعونا من هذا المكان. احنا مصابين ولحد الان محافظين على نفسنا، ونتمناكم انه تطلعونا وسوونا فحوصات. ومناشدتنا للمرجعيه الرشيده، والناشد المرجعيه، والناشد شيوخ العشائر، والناشد المسؤولين، والناشد سيد مقتدى، واي انسان بغيره بالعراق انه يرحمنا ويرحم حالنا. فلوسنا خلصت، حوالات مسدوده، حضر تجوال، الفنادق تريد فلوس، اكل بفلوس، كل شيء بفلوس. يقول لك الهند رخيصه، كذب، ماكو حكي، ماكو رخصه.